في كندا المراهقة بتفرح جدا لأنها كسبت 36 مليون دولار أمريكي بسبب إنها اشترت تذكرة يانصيب وهي عندها 18 سنة، و يعني دي أول مرة في حياتها وما توقعتش طبعا الفوز، وكسبت عشان تبقى أصغر كندية بتفوز بالجائزة دي اللي بتصل ل 48 مليون دولار كندي. بصي، هو الفكرة 38 إن مليون البنت دي دولار امريكي، بس هي الفكره في ايه؟ الحظ، ده حظ يعني. بصي، من اول تذكره هي ما اشتريتش قبل كده، دي اول مره في حياتها تشتري اول تذكره في حياتها، مش ما اشتريتش ثلاثه اربعه، هي اشترت واحده، وطلعت الواحده دي اللي اشتريتها في هذا التوقيت هي التذكره اللي فازت ب 38 مليون دولار امريكي. ده لو احنا اتكلمنا ده كندي 38 مليون. انا السؤال او 36، السؤال اللي شاغل دماغي لما قريت الخبر ده، ماذا تفعل لو كنت مكانها؟ بجد يعني، احنا ما عندناش النظام ده في بلدنا، لانه هو بيعتبر نوع من انواع هي المؤامرة. انا اعتقد مش ان البنت دي لو انت مكانها تعملي عندها، ايه؟ هقول لك هي عملت ايه، ولو انا لا، مكانها هنقول هي عملت ايه، لكن لو انت مكانها تعملي غير، هنشوف دلوقتي عملت ايه، بس اول وهلة هعمل مستشفى. هتعملي مستشفى. يعني انا ممكن نفسي وحلم عمري طول الوقت، بس طبعا ما دخلتش كليه الطب، ولا كان حلمي طبعا ان انا ادخل كليه الطب، بس حلمي من وانا صغيره ان انا اعمل مستشفى تعالج الناس مجانا. طبعا دي عايزه ثروه كبيره جدا، فلو الرقم ده كان موجود كان يبقى ده الحلم اللي اتحقق فعلا. هي فكرت هي تفكير ايجابي، هي فكرت هتدرس طب، هي ما قالتش هتعمل مستشفى بس بس هتدرس هتدرس طب، طب وعلشان تعالج الناس. يعني واضح ان مش دراسة بس الطب كده. عندهم بتحتاج فلوس ومساعدات، فهي بقى عندها من الفلوس انها لا، تحقق حلمها بدراسة الطب. دي هتعمل حاجة تانية. بصوا اختلاف الأجيال. البنت دي قررت ان هي تستعين بمستشار مالي، يعني كونسلتنت للفلوس دي، عشان تقول له ايه الاماكن الصح اللي استثمر فيها الفلوس دي، بحيث ان انا ما اقعدش اصرف بقى وابقى فرحانه واجيب العربيه والفيلا، اللي هو في حال اي حد فينا لو حصل له كده، جنب ان هو هيدي حاجه لله وهيعمل حاجه، لكن هيشبرق على نفسه. البنت دي قررت انها ما تشبرقش على نفسها، قررت ان هي تقف لحظه تفكير، تجيب واحد بيفهم في اداره الاموال، جابته قعدته، هادير فلوسي دي ازاي، بلس بقى ان هي كان زي ما سهيل بتقول طول عمرها نفسها تدرس الطب، فقررت ان هي تحط جزء من المبلغ ده لدراسة الطب. عشان كده انا بسأل، لو حصل بجد وانت خدت لي نصيب، وبلاش نتكلم في ان هبني اكيد اكيد في جزء منه هيروح لله تبرع، انت عايز تعمل ايه بالفلوس دي؟ يعني انا وانا بسألكم السؤال بحاول انا افكر انا عايزه اعمل ايه، مفيش حاجه في دماغي. متخيلين يعني انا لو جات لي فلوسي اعمل ايه يا سهير؟ هي محتاجة طبعا تفكير. لو انت عندك حلم من بدري زي ما بقولك، انا كان عندي حلم ان انا انا ابني اكيد مستشفى. هتبرع، لا انا ما عنديش يعني حلم ان سيبك ابني من مستشفى، لكن قصة اكيد ممكن التبرع، ما اكيد احنا ابني بنعملها طول جامع، الوقت. ممكن اشارك في المستشفيات اللي موجودة اتبرع بيها، لكن المدارس، اعمل ايه؟ المدارس والصحة اعمل ايه؟ اهم، لان احنا عندنا دور عبادة كتير جدا جدا، لكن احنا محتاجين صحة وناس تتعالج بالمجان، ومحتاجين تعليم كويس، مدارس يعني يبقى مبلغ بسيط ونفس مستوى المدارس الغالية جدا اللي بقت أرقامها خرافية. انا يعني بقوم من أعتقد إن دول دي الاحتياجات وجهة نظر. الأساسية. انا عن نفسي، لا، انا احب الزحمة. انا ممكن احب اعمل حاجة فيها اطعام كتير، يعني ممكن احب اعمل مثلا مكان كبير يبقى فيه مطبخ كبير، مع ان انا استاذة رئيس قسم عدم الطبخ، بس يعني ان شاء الله هطبخ وهبقى زي الفل، بس بفكر معاكم يعني بصوت عالي.
يبقى في مطبخ كبير وستات كتير عشان يشتغلوا ويطبخوا ما اكل، الافضل، ويبقى في ترابيزات كتير لا لا وياكلوا كلنا مع الافضل ان بعض. احنا نعمل مصنع او ورش لا عشان انا نعلم ناس، ايوه لان ايوه هو ان معاكي. انتي يعني ما تطعمينيش سمكه لكن علميني كيف اصطاد، انا عن نفسي يعني فكره المصنع والناس تشتغل ليكي حق، ولكن دي مش وجهة نظر، بس هتعرف تاكل، لكن انا بس ان انا ليكي وجهة باكلها نظر، بس وما انا بكون بديلهاش صديقة معاكي. صنعه ولا حرفه. يعني انا كواحدة بفكر، انا بمنتهى الصراحة انتي فكرتي وقلتي ده اللي انتي عايزاه. انا لا، مش اللي جه في دماغي، انا بقول الأمانة اللي جه في دماغي هو ان انا عايز اعمل ساحة كبيرة للاطعام. ما اعرفش، ما تسألونيش ليه، هو ده اللي جه في دماغي، واقعد ويبقى ليا اعرف مهم كل ان الناس وناكل. ربنا والله يرزقنا. العظيم يا رب، يعني ان شاء الله ان شاء الله. ده اللي انا جه في دماغي بدون اي تفكير في حاجه تانية، غير ان احنا هنساعد الاخرين، غير ان اكيد هحوش فلوس تانية، اكيد هشيل فلوس لمنة والاحفادي طبعا، واكيد هغير عربيتي. لازم ادلع نفسي، بس انا بقول لكم في جزء منه هيروح في الحته دي، يعني دي اللي طيب انا بفكر فيها.